سامي الهويدي رئيس اتحاد محلي في الأحصي البحري باربو. تكتسي أهمية كبيرة ياسر الأمطار الأخيرة والحمد لله، خاصة على قطاع الزراعات الكبرى. كما نقولوا احنا المثل بتاعنا، نقولوا المطر أفريل تخرج السبولة من قعر البئر. والحمد لله احنا الأمطار هذه في حاجة لها، إن شاء الله ربي، إن شاء الله نتمنى وتتواصل الأمطار هذه في الأيام الجاية إن شاء الله. أكيد هي الأمطار مهمة لجميع القطاعات، ولا خاصة القطاع المهم ياسر اللي نعرفه احنا، ده احنا عاملين استراتيجية حول باش نعملوا اكتفاء ذاتي خاصة في الزراعات الكبرى. ونعرف هذه مدى البرنامج هذه مربوط بالغيث النافع، والحمد لله ربي كرمنا بالأمطار الأخيرة. إن شاء الله إن شاء الله تجي صابة إن شاء الله. بطبيعة الحال احنا نعرف مازالت الصدود متاعنا في حالة حرجة، إن شاء الله تساهم في مزيد يعني امتلاء من الصدود، باش إن شاء الله معناتها ما نلقاوش إشكاليات في توزيع المياه السنة الحالية.